ضمن الحملة الشعبية التي أطلقتها دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير لإحياء ذكرى النكبة، تتواصل الفعاليات المختلفة للتذكير بمأساة شعبنا ومعاناته على مدار 74 سنة من الهجرة والتشرد. إحنا اليوم في هذه اللحظات بنحكي للعالم كله أنه نحن شعبنا لن ننسى أرضه، لن ننسى قرانا، لن ننسى مدننا، لن ننسى كل شيء في فلسطين. إحنا اليوم وكلهم لا، إحنا سنستمر هذا الأفكار اللي حاولوا يزرعوها، الكبار سيموتون والصغار سينسون. لا، الأصغار باقون على 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 سيرة أجدادهم وأهلهم، سيستمر النضال حتى عودتنا إلى فلسطين. في مخيم النصيرات وسط القطاع شارك المواطنون في مسيرة جابت شوارع المخيم دعت إليها اللجنة الشعبية للاجئين، حيث ردد المشاركون هتافات تطالب المجتمع الدولي بإنهاء مأساة شعبنا ووضع حد لمصادرة الحقوق الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. نقف اليوم لنقول أن الشعب الفلسطيني ما زال متمسكاً وسيظل متمسكاً بأرضه وبحقه، وأن حقوقه لا تسقط بالتقادم، ولنقول للعالم جميعاً بأن الكيل بمكيالين وانكشاف عورة هذا العالم وهذا المجتمع الظالم. نحن الشعب الفلسطيني متمسكون بأرضنا من الصغار حتى الكبار، لن ننسى وسنظل نطالب بهذا الحق إلى حين عودتنا إلى ديارنا وإلى أوطاننا. تأتي ذكرى النكبة هذا العام في وقت يتعرض فيه شعبنا لأكبر حملة تهجير وتطهير عرقي ضمن حملة ممنهجة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على ما تبقى من الأرض الفلسطينية. نقول بعد 74 عاما ما زال شعبنا شعب عظيم يقدم نموذجا عاليا من التضحية والفداء، بعد 74 عاما مستمر في نضاله المشروع حتى إقامة دولته الفلسطينية، والعودة حق مقدس ولا يمكن أن يسقط بالتقادم. مسيرة طويلة من العطاء والتضحيات مر بها شعبنا، ولا زال جرح النكبة ينزف في واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبت ضد شعبنا وأرضه على مرأى من العالم الذي لا يزال يكيل بمكيالين. حمد أبو حطب، تلفزيون فلسطين، غزة.